سعيد مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده ومباشره من برنامج جديد على قناه الموريتانيه، وبدايه اسبوع طيبه نتمناها لكم. ونبدا على بركه الله حلقه اليوم بفقره دردشات بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. سنتحدث اليوم في فقرة دردشات عن جائزة الشيخ والبلع مشلي للإبداع الشعر والصحافة والعمل الخيري. هذه الجائزة نتحدث عنها بشيء من التفصيل مع السيد ربيع وليدومو، عضو في أمانة مجلس جائزات الشيخ والبلع مشلي، بالإضافة أيضا إلى منى بنت محمد، أنت أيضا عضوة في مجلس جائزة الشيخ والبلع مشلي. مرحبا بكم السادة الاثنين الزملاء، أهلا وسهلا بكم في برنامج يوم جديد. البداية المرحوم الأديب والشاعر الكبير الشيخ البلع مش رحمه الله، يعني لا شك أنه يعني من كبار الأدباء الشباب هون. قيمة هذه الجائزة أولا قبل أن ندخل في حديث، ما هي قيمة هذه الجائزة من الناحية المعنوية ومن الناحية أيضا الأدبية والثقافية؟ شكرا جزيلا ممن على الاستضافة في هذا البرنامج. جائزة الشيخ البلع مش هي جائزة، هي محاولة من مجموعة من الصحفيين والأدباء والنشطاء المدنيين لتكريم أدب الراحل الشيخ البلعمش من جهة، وفي نفس الوقت الإعلان عن جائزة سنوية لتحريك الوسط الثقافي بشكل عام ولتكريم الأدباء والصحفيين والأعمال الجيدة التي تتماشى مع القيم الإنسانية التي كان ينادي بها المرحوم. يعني هي جاءت استجابة فقط يعني لتحريك الساحة الثقافية من وعرفان أيضا له بالجميل. منى مرحبا بك وسهلا معنا. مرحبا بك. طبعا أنت عضوة في هذه الجائزة، تتكلمين عنها شوي في البداية عن تأسيسها أولا كذكرى. في البداية طبعا تحية لك وتحية لجميع مشاهدي الموريتانية وتحديدا مشاهدي برنامج يوم جديد. بالنسبة للجائزة، هي كانت بعد رحمة المرحوم الشاعر الشيخ البلع مش، كانت في البداية كان مجرد اقتراح من زميل داه يعقوب، طلقوا عبر بث مباشر في الفيسبوك، وجبر طبعا تجاوب كبير من طرف الناشطين. يعني كانت الدعوة من الوسط، الجسم الصحفي، يعني كانت من الجسم الصحفي. نعم. وكانت أول دعوة لهذا كانت عن طريق البث المباشر، قلت لك عن طريق الداه يعقوب، وجبرت تفاعل وجهود تحية. طبعا ما عندي، كانت عنده فكرة عنه يتبناه عن الأشخاص اللي هي يتبناه الفكرة واللي يطلقوها على أرض الواقع. يا قار عقب قبل المبادرة رفقة بعض الزملاء، منهم الربيع ومنهم باقي أعضاء الأمناء اللي مزنا لنا نذكر أساميهم إن شاء الله. وهي هي طبعا الجائزة عندها شقين، عندها شق يهدف إلى تكريم الراحل المرحوم اللي يستحق الشيخ والبلعمش، والجزء الثاني يتعلق بتحفيز مجال الإبداع في الساحة الصحفية والساحة الشعرية والساحة الأدبية بصفة عامة. جميل. أستاذ ربيع، يعني كيف تلقى الوسط الثقافي وهون في نواكشوط وفي موريتانيا بشكل عام نبأ وفاة المرحوم؟ يعني ما الفراغ الذي تركه رحيل الشاعر الفتى الشيخ البلع مشلي؟ على كل حال، الشيخ كان شاعر شاب ويتميز بمجموعة من الخصال، هي بساطته وكونه شخص محبوب عند قطاعات واسعة من الناس اللي تتابع الأعمال الثقافية، وكونه شاعر بسيط، إنسان بالدرجة الأولى، يحاول أنه يعالج جميع القضايا ويحاول أنه ينحاز في أدبه للفقراء والمظلومين وأصحاب القضايا العادلة. بالتالي فعلا رحيله خلف حزن كبير في الأوساط الثقافية والأوساط الغير ثقافية. أي رقاش كان يتابعه كان محبوب عند الناس كاملة، وبالتالي ذي الجائزة تأتي في إطار تعبير عن 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 ذاك التضامن وروح والحزن اللي شهدتها الساحة الثقافية عقب رحيله. وبالتالي احنا هون نحاولوا عن هذه الجائزة تعود مكمل لمسيرته هو. والله النقاط الكبيرة اللي طرحها في أدبه هي الانتماء للقضايا العادلة في بلد، الانتماء لقضايا الأمة، محاولة ان تسليط الضوء على الشعراء اللي ينتمون المحيطهم
المحلي ومحيط ومحيط ومحيطهم الدولي ويشتغلوا ويشتغلوا في قضايا الإنسان اللي ما عنده طريقة يوصل بها صوته عنهم، يعني صوت حد ما عنده صوت، يعني صوت الفقراء، صوت المستضعفين، صوت أصحاب القضايا العادلة، وأيضا مدافع قوي عن قضايا الأمة الكبرى. بالتالي هذه الجائزة تأتي في هذا الإطار، وبطبيعة الحال لا شك على أنها تلقى دعم من قطاعات واسعة في المجال الثقافي ومرحب بها، وبالتالي هذا هو هذا الدعم خلينا احنا نتمسكوا. استاذ ربيع، على الصعيد الشخصي درك انا كنت اعرفه هو اصلا عن قرب، يعني تكلمنا شوي عن اخلاقه هو، عن معاملته، عن نظرته هو كانسان، يعني شيخ البلاع مش المرحوم كانسان، هل مثلا شيخ التقيت بها اكثر من نشاط ثقافي، هو يجذبك من حيث شخصيته البسيطة اللي هو مهندس وفي نفس الوقت شاعر، كان يقول أنا في النهار أكون مهندس وفي الليل أكون شاعرا، محبوب، شخص محافظ على التقاليد الموريتانية جدا ويبقيها، شخص يستمع أكثر مما يتحدث، شخص يلتقط التفاصيل الحياة، وهذا اللي هو اللي خلاها ياسر من الناس اللي قد تعود ما هو متوافق سياسيا ما هو متوافق ثقافيا، وجهة نار واحدة، شعراء وأدباء وصحفيين ومجتمع مدني كاملين عندهم نفس النظرة له كإنسان وكصديق، وبالتالي شخص مقرب جدا، يعني متفق، يعني كل الناس اللي مختلفة فيما بينها متفق أنه هو في هذا الخصال، متفق عن الشيخ بنعمش شاعر، نعم، دافع عن قضايا مهمة ووظف شعره القضايا الإنسان، سواء كانوا شعراء، فنانين، مجتمع مدني، جميع الناس اللي قد التقاته والله قد تقراته، بالتالي مجلس أمناء الجائزة أغلبهم أصدقاء شخصيين له والله قراء له والله ناس يعجبها الخط الأدبي اللي كان عندها. سبحان الله، هذه دائما خاصية عند الناس الفضيلة كاملها، دائما الناس اللي تعرفهم ولو معرفة سطحية تعود شاكة عن بينهم رواية خاصة من حسن أخلاقه هو يرحمه من قربه من أخلاق الناس دائما، حتى أنا هذه عندي به معرفة قد جبرته مرة ولا مرتين، يا قارعي ينصحني شي من النصايح اللي القيمة اللي مازلت رابطتهم إلى ذلك، وعنده كل حد شاك عنه عنده خاصية بينه هو مع الشيخ البلاع ماشي رحمه، يا سبحان الله دائما لا خاصة لا بالناس اللي باط عندها فضلية خاصة بها هي، ما هو كل حد تخرج له. أكثر شيء كان يشغل الشاعر الشيخ البلاع مش من حيث يعني المواضيع اللي يتناولها في القصائد وأشعاره، يعني من الشاعر لابد أن يكون يحمل رسالة، يحمل هم وطن، يحمل يحاول أن يغير في الواقع الأحلام، يعني ما هي الأشياء اللي كان يركز عليها أكثر شيء؟ كان يركز على قضية الإنسان الفقير المكافح اللي دور يعيش حياة كريمة، يحافظ على قيمه وأخلاقه ويعيش حياة كريمة، يدافع عن الأمهات المكافحات اللي يحاولوا أنهم يربوا تركة بطريقة صالحة على قيم وعلى تقاليد، ربما فضل نقص كبير في إمكانيات الحياة، يدافع عن الأشخاص المعاقين وأمالهم في الحياة وكفاحهم من أجل أنهم يصلون إلى أحلامهم ظل احتياجات خاصة، ربما نظرة غير نظرة دونية من المجتمع، نظرة غير واعية لقضايا أصحاب الاحتياجات الخاصة، كان يدافع عن قضايا الأمة، قضايا القدس، قضايا انتماء موريتانيا المحيطة الإفريقي، المحيط العربي، المحيط الإسلامي، كان شخص واعي جدا بأفاق اللي عند موريتانيا وموقعها الجغرافي، بالتالي هو كان شخص معبر عن ربما كيف قلت قبيل هواجس ياسر من الناس وأحلام ياسر من الناس وقضايا ياسر من الناس اللي بحرية. قد تفكر في قضية مثلا تجد أن الشيخ معدل عليها قصيدة، ومن الأفكار الجيدة في جائزة الشيخ بالعمش هو محاولة جمع ما لم ينشر من أدب الشاعر، ومحاولة نشره في ديوان بالتزامن مع الإعلان عن الجوائز اللي نختار ننشر عنها، تشمل فئات الصحافة، فيها جائزة صحفية اللي تقدم في مجال الصحافة، وجائزة أيضا في مجال الشعر، وجائزة والله تكريم على الأصح في مجال العمل الخيري، إذا كان محاولة تشكيل الصورة اللي كان الشيخ كان هو يحلم بها. ومن هون احنا ندعو جميع الناس اللي تعود مهتمة بأدب الشيخ، مهتمة بشخصية، اللي تعود لمست من خلال أدبه، من خلال طرحه الأدبي، أعلنها تتعاون كاملة من أجل إنجاح هذه الجائزة، وأنها تعود تقليد سنوي
الوسط الثقافي محتاج له، وذكرى أيضا الشيخ يستحق علينا. أكيد أكيد. طبعا منى، يعني ما هي الأشياء اللي أنتم الحالة في البداية مزتوا في هذه الجائزة تحتاجوها من أجلكم توصلوا فعلا هذه الجائزة ترقى للمستوى اللي تطمحوا له كاملين، هو طبعا التمسك بهذه القضايا والسير على هذا النهج الرائع والجميل؟ نحن على كل حال جائزة نطلع عنها، هي جائزة من المرجع أنها تعود جائزة دورية، يعني تخلق كل سنة يا غار بعد ذي النسخة الأولى منها ما فات خلق منها ما هو شيء خاص بمجهودات الأمناء اللي مسؤولين عن الجائزة، سواء ناحيتها المادية أو ناحيتها المعنوية. وكيف عندي فات شهر سمير ربيع فات فتنا طرحنا إيميل وعلنا عن المواد اللي يلتهم يشاركوا في الجائزة وسنتاو العمال حددتوا المواضيع والله وحدوا المواضيع عنهم قاع مواضيع مفتوحة، هو مجال الشعر والإعلام والعمل الخيري اللي يعود تكريم ما فهم قاع مسابقة معينة اللي يعود تكريم اللي هي تعود خارج لجنة مختصة في المجال تختار إما جمعية أو أشخاص يعودوا يكرموا. وبالنسبة كيف قلت لك هذو مجهودات ذاتية مازالوا متعاونين عليهم نحن الأمناء، ونقد نذكر أسامي الأمناء نوجهوا لهم تحية من هون والله خلي الربيع يذكر أساميهم. أكيد طبعا خلي خلي الربيع أنا لابد لي نذكر أساميهم بي اللي كنت اختار معدو حاضرين معنا غير ما قلتوا كاملين نجوا. وما طبعا فهم دكتورة محمد الشيخ أستاذ إعلام في جامعة قطر، والشاعر محمد ليدومو، وعربية متهنة خبير التغذية، وعيشة تومت بلال، و يعني ما شاء الله ومنى والربيع ومحفوظ لسانك. يعني هي دعوة طلقها زميل دا يعقوب عن طريق البث المباشر على الفيسبوك، يعني كيف بدأتوا فعلا تفكروا انكم لماذا ما تعدلوها لماذا يعني انكم يعني الله يعلن ياسر من قضايا الشباب اليوم نختار ونشر عنها مهمة قضية جائزة الشيخ وبالعمش من بين القضايا اللي تركز عليها هي قضايا الشباب، أنا عن يعود يدين يعود فهم عمل صحفي الشاب يتم الانحياز له، لأن القضية قضية شباب، قضية أنك تعود في سن معين وحامل هم بلد، لأن يعني الشيخ كان شاعر شاب وكان منتمي لقضايا الشباب، بالتالي هي نوع من دعم قضايا الشباب ودعمهم للإبداع بشكل عام. قضية الشباب اليوم هي فهم طريقة جديدة للتعاطي مع الأشياء، يعني يتم إطلاق المبادرات على وسائل التفاعل الاجتماعي، وده مهم جدا لأنه نوع جديد من التعبير عن قضية معينة وتطرح على وسائل التفاعل الاجتماعي ويبدأ التنسيق فيها لصياغتها بشكل عام. بالتالي مبادرة دا يعقوب زميلنا الصحفي اللي نوجه له تحية من هون لأنه يطلق، لأن كانت فكرته على أنه لماذا ما يتم مثلا تكريم والله الإعلان عن جائزة التكريم يعني جهات رسمية تتبنى، بالتالي يبدأ التنسيق هون اختاروا ما ينشروا الخطوة مهمة في أخبار الجائزة هو ترأسها الشرفي من طرف الدكتورة بدي اللبنو، وهو مثقف معروف بتعاطيه مع القضايا الوطنية كاملة ونشاطه الثقافي موهوم لتان يعني محاضرات دائما، بالتالي ندوات المجموعة اللي هم أمناء مجلس الجائزة طرحوا على الدكتور فكرة عنه رئاسة شرفية لهذه الجائزة وتبناه، وهذا كان خطوة مهمة جد إيجابي جدا ونوجه له تحية. يعني هذا أعطاكم أنتم دفعة إلى الأمام، أعطاكم نوع من المعنويات أنكم فعلا هذه الفكرة تقدروا توصلوها إلى أنكم تحققوا مثلا ذا كامل اللي متخمين فيه. بالنسبة لطريق منى طريقة الشعر، يعني شنو الطريقة مش متخمين فتعدلوها كمسابقة مثلا المتبارين المتسابقين والله زاد الناس اللي تبقى تشارك معكم فعلا ياك تجبر الجائزة وذا الوسام؟ طبعا هو مجال الشعر من المعروف عنه دائما الشاعر يختار تعود عنده حرية ما يعود محتجز برواية معينة، وبالتالي خليناها مسابقة مفتوحة ما فهم أي المهم عن يعود الانتاج معدل 2017 يعود النص منتج 2017 وتوف، ولا فهم أي قيود ولا بأي موضوع بغى الشاعر يتكلم عنه يقدر يتكلم يشارك به. وفهم ملاحظة شوي تعقيب عندي خلال البث المباشر، فهم ملاحظة دائما يردوهم البعض عن تكريم الشخص بعد موته
انه يقد يعود ما هو واعد شيء و هو بالعكس نحن طبعا تكريم الأحياء نختاره حد يستحق التكريم يكرم سابق يمشي زينا عندنا ونختاره حد يعود بعد يستحق التكريم يا غير مودي الشخص نين يفوت نين يمشي شور الحياة إذا رحنا في الخاتمة اللي هي الحياة الأبدية هما قاع الناس اللي ما يؤمنوا بالبعث ولا هما عندهم شيء معين يختاروا يخلدوا أساميهم ولا شيء في الأحرار نحن نختاروا مثل مولانا مشى يختار لا يذكر ويرحم عليه رحموا عليه المسلمين معنى عن تكريم حد فات مش ما يعتبر سفه ولا يعتبر شيء باطل أكيد قاع لنا اعتراف أيضا الناس يعني الأكاديميين والمثقفين والناس اللي فعلا عندها وزن ثقافي وفاعلة في النشاط يعني فاعلة في الساحة الثقافية ترحيبها بالفكرة يعني لا يعتبر هذا نوع دفع دفع يعني هو مدي رواية أخرى محاولة إشراك أوسع قدر ممكن من القطاعات في العمل ده لأن هو خالك شمال وقيش يعود قضية وطنية ما يعود هو الرأس ولا لأسرته ونوجه من هون تحية لأسرة الراحل اللي رحبوا بالفكرة ويتعاونوا في التمهيد لها والتهيئ لها وأنا اختار الشعر لأن قضية الشعر هو موريتان هي كل مادة عندها ترتكز على 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 ركيزة ثقافية معينة لين يعود مصر فيها السينما ولا البرازيل فيها كرة القدم ولا كذا هذه مع مرور الوقت تدعت عندها تقاليد بالنسبة لموريتانيا ثروتها الحقيقية الشعر شعراءها اللي نشروا اسمها في كل بلد اللي مثلوها بشكل جيد وبالتالي احنا دائما يقدروا يعودوا سفراءنا الحقين هم الشعراء وبالتالي الشعر قضية وطنية بالنسبة لنا معبر حقي عن واقعنا جزء قائمة ثقافية نعتز بتاريخنا فيها نعتز بشعرائنا نعتز بذل الأرشيف الهائل اللي عندنا بالتالي لين يعود عندنا شاعر يمثل الجميع يمثل قضية وطنية محبوب من طرف الجميع معبر عن جميع القضايا قضايا نحن قضايا الأمة الإسلامية وقضايا الأمة العربية وقضايا إفريقيا بالتالي هذا يعود فرصة أننا نجابره على يعني على تكريمه ونجابره على وفي نفس الوقت يعود عمل ثقافي محتاجة الساحة إحنا مهم عندنا يعود موجودة جائزة صحفية سنوية يلين يفوز بها رجاجي قد يعتز بها ويديرها في سيرته ذاتية كمرحلة مهمة مهم عندنا جائزة للشعر لين يقبلها الشاعر يقدر يرفع بها راسه عندنا طموح بالتالي ما هي لا مجرد هم القضية والقضايا الإنسانية وعندهم أكيد. شعر موجه للقضايا النبيلة أستاذ ربيع هنا سؤال يعني دركانكم تموا في الأمانة العامة والله فزاد في مجلس الجائزة كانكم توافقت على بعض المعايير هذه المعايير على خلال من خلالها سيختار الشعراء اللي يتسابقوا والله شنو هي زاد المعايير اللي من خلالها يترشحوا للناس للنهائيات بالنسبة لنا الموضوع واضح في قضية الجوائز احنا كمجلس أمناء ما ناخذ فلان لياك يفوز والله فلان لياك يفوز معايير عند كل لجنة لأن الصحافة تختلف عن الشعر والشعر يختلف عن اختيار المجتمع المدني وبالتالي يعني ستكون هناك لجان يعني نحن لجان متخصصة بالنسبة للشعر فيه لجنة متخصصة هي اللي تطرح المعايير اللي تشوف انها مناسبه وهي اللي تقيم على اساسها وتتداول بالنسبه للصحافه اللي انا قد نعود اقرب لها شوي ثم مع مواضيع مفتوحه والمنتج مفتوح قاعد يشارك بتقرير صحفي تلفزيوني قد يشارك بتقرير اذاعي قد يشارك بماده صحفيه مكتوبه في النهايه ثم معيار الاختيار وثم لجنه متخصصه عقب مجلس الامناء عقب اختياراته الاوليه لتصفيه بعض المقالات يتم ارسالها لبعض المتخصصين في مجال الصحافه في موريتان والله في الخارج ويجتهدوا عليه لين يختاروا منها واحد هو الاقرب نحن طبعا نجتهدوا في قبيض اللجنه اللي له تحكم احنا طبعا الامناء فيهم طبعا اسماء كبيرة يقدوا لا يحكموا على بعض الأعمال الصحفية وفيهم أسماء يقدوا يحكموا على الشعر ومهم العمل الإنساني يعني هم كاملين يحكوا لهم إبداء الآراء وأنهم أيضا ناس استفاديا وتوف وما قدروا تقعد فيهم من حد ما عنده الحق بيحكم إلا أنا واحد تخون في خبر يا غير اخترنا أنك تقعد هو اللي خاطر حد بالتالي جوزهم لجنة الحمد لله موريتان بلان من الصحافة المتخصصين اللي عندهم تجربة كبيرة في الصحافة وملتزمين بخط صحفي موضوعي بالتالي يقدروا يحاكموا أي نص ولا مادة صحفية وبالتالي يتم اختيار مادة صحفية تليق بصاحبها وتليق بالجائزة وبالتالي هي محاولة لنعودهم معايير جديدة وعودهم جائزة سنوية معروفة وبالتالي تقليد دائم أولا الإحياء
روح ذاك الأدب وروح ذاك الراحل، وفي نفس الوقت محاولة أيضا للمساهمة في نشاط ثقافي متميز ما المهم فيه إلا جائزة علم تتوه ويحصر لش من الناس. نو بالعكس يعني تعود عندها قيمة، تعود عندها قيمة لا تقيمة، لا تقيمة. القيمة دائما في الجوائز ما هي أدبية، غير القيمة في التقليد وفي الاحترام وفي المعايير وفي الاختيار، هذا هو القيمة الحقيقية. وبالتالي أي رجاج حمل هذه الجائزة سيعتز بها، وإحنا يعود شرف إنه وفي نفس الوقت يعود إحياء الأدب، وهو لأن ذا هو كان دور الشيخ. الشيخ حلم دائما من يعود فهم شباب عنده مكانة طيبة، حلم دائما بوطن يلتفت للإبداع، حلم دائما بأن يكون هنالك تقدير للشعر، وهذا كامل قد يعود تجمع ذي الجائزة اللي إحنا متباركين معها. يعني دائما ينقال المبدعين هون في موريتان ما هم رايين، يعني ما هم رايين أي تكريم أبسط شيء، يعني الناس عندهم بهم لا أحياء يعني يموتوا يلا ما مات الحد. يعني هذا النوع اللي يتعود كيت مثلا نقوله عنها السنة حميدة، يعني تبدأ من تكريم المتفوقين والنوابخ في جميع المجالات، سواء في الفن سواء في الثقافة سواء في كرة القدم سواء يعني هذا يفتح الباب ويشجع أيضا الناس على أنها تعطي أروع معنا بيض النوع من المبادرات ويشجع كيف على تحفيز اللي بدأ. نحن موريتان الحمد لله ملانا من المبدعين في جميع المجالات، يقار كيف ما أشرت دائما عدم الاهتمام بهم، وهو الاهتمام يا سبحان الله ما فرض من يعود اهتمام مادي، الاهتمام المعنوي قد يعود قاع أكثر هو إفادة شمن الشباب يجبروا فرصة. يعني الاهتمام شني فايت ونتعود ما فيه الفضة والله فيها يعني يلا تبدأ الصورة تتغير. يعني كل حال الفضة فيها قارئ لما حمود المولانا خاك من نبيه اللي مازال حتى مجهودات جوائز العالم نوبل ما فهم حد يعرف كم يقضوا من الفضة بل يعرف من يقضوا نوبل يعرف الحد حاج جائز نوبل نوبل حد ذاتها فضة قاعفة حد ذاتها قيمة هو القيمة اللي هي القيمة اللي يلا احنا نسعى لها. انت الجوائز العالمية المهمة ما يعرف حد كم يقبض يعني هناك في الشهادة تقدر بثمن ذي الشهادة اللي يقبض الشخص ولا ذي التكريم هو بالتالي ذي بتنا عملية تراكمية لا بدلوا من ياسر من الوقت لأن تعرف الناس على تلقى تعلن جائزة هذه السنة وتوفى منها وحنا عندنا عشرات الجوائز اللي تنعلم بين الحين والآخر غير ذي محاولة من عودهم شي جدي الوسط الصحفي محتاج جائزة تكريم لابد منه الإنسان بطبيعته يبقى التكريم ويبقى الالتفات يبقى التكريم ويبقى التحفيز يعني ذاك الثناء الصادق والجميل يعني يترك أثر إيجابي عند أكيد أي شخص أكيد من الأشخاص أنه فعلا هناك مجموعة من المثقفين أشادوا بالتقرير والله أشادوا بهذا العمل اللي عدلتنا شخصيا يعني نوع من الغبطة والسرور في نفس الشخص اللي قدم أي عمل. معاكم ومصرين معاكم أستاذ ربيع وليدوم ومعاك أيضا منى محمد زملاء، والحديث دائما عن جائزة الشيخ والبلع مشلي للإبداع بعد توقعات أحوال الطقس ونعود. Thank you.
بعد استعراض توقعات أحوال الطقس نعود لكم مشاهدينا وبرنامجهم جديد، والحديث دائما عن جائزة الشيخ والبلع مشلي الإبداع، وللحديث عنها معنا في الاستوديو اليوم أستاذة ربيع وليدومو ومنى منت محمد عضوة أمانة مجلس جائزة الشيخ والبلع مشلي الإبداع. مرحبا بكم السلام الجديد ربيع. طبعا المرحوم شيخ البلع مش هو كان مهندس، يعني عنده زملاء من غير العاملين والله غير المشتغلين في الساحة الثقافية، درى كان هؤلاء يعودهم اللي عندهم جزء والله عندهم زاد ضلع انهم يساعدوا في هذه الجائزة مثلا، والله يساعدوا ايضا في تكريمه وايضا ذا الواحد انتم في حالة. اكيد انا ظاهر لان الشيخ العماش كان رحمة الله على المهندس في السنين، وقال لأنه محبوب جدا من طرف جميع العمال والمدراء اللي قد تشتغل معاهم، لأن دي هي طبيعة في الاجتماعي ومحبوب عند الناس. كان لو شخص بسيط ويحاول أنه يساعد أي إنسان في شيء قد يساعد فيه، ويحاول أنه يتكلم مع الناس، يحاول أنه يتعاون مع الآخرين. بالتالي أنه ظهر لعن سنين وجهولة منهم طلب وتحية بعلن هذه الجائزة هي جائزة للشيخ ربيع العماش، وعن المهم دعمهم، مهم مشاركتهم فيها بالرأي والفكرة وبالدعم المادي والمعنوي ما أمكن، وأنه دور تتم مراسلتهم من طرف لجنة من مجلس الأمناء دور يتواصلوا معهم، وده اللي قد يصح كامل من دعم هذه الجائزة وترسيخها كجائزة محترمة أدبيا وصحفيا وفي مجال المجتمع المدني عنه مطلوب، ونعرف أنهم دور لا يتعاونوا به بأقصى درجة ممكن، لأن عموماً السنين تتعاون مع ياسر من الأنشطة الثقافية والأنشطة الصحفية، وبالتالي خصوصا قضية تخص المرحوم الشيخ ولا مش أكيد دور يتعاون فيها حسب وجهة نظري. نعم لنضيف رأي الربيع عن كيف قال نحن قاعدين يوم السنين محادثة أي جهة ثقافية تختار تدعم هذه المبادرة أو المشروع المبادرة، قاعد الناس ما يبقوا ذي الكلمة بهم منها حسن أن أي حد يختار يدعمها معنويا ماديا أي شيء، نحن فاتحين الباب لذلك نقدر نعودوا ما فتنا قاعد قبار صبنا حتى لنراسلوا كيف قال لك لا سنيم ولا أي جهة ثقافية أخرى، اكتفينا بأن نعدلوا نحن هذا من مجهوداتنا الخاصة حالا، يعني غالبا ما لنا ما بين عنه ومزلنا لا طارحين بال لذاك إن شاء الله، يعني فاتحين باب وماتحين قراءة للشخص قد مثلا والله كل هيئة والله كل جهة قد فعلا تساعد في يعني إشاعة الثقافة ومدي منه إنصاف، لأن فمشي من الناس يختار يساهم في التكريم ولا يختار يفوتوا يختار يحضر فيه يختار يبرز فيه، لأنه عن قناعة هو يعتقد أن هذا الشخص مثال، وبالتالي يختار يساهم في أي شيء متعلق به خصوصا أن تعود جائزة للشعر. يعني تقد تعود هي هذه الجائزة يعني فرصة للخلق 100 شكل 100 نوع من البلع مش يعني في المستقبل، يعني المبدعين تفتح لهم مجال وفشلت المجالات مجال الشعر وحده ولا إعلام وحده. أكيد. نعم جميل. بالنسبة للتوقيت السنوي لهذه الجائزة شو متخمن عنها تعود في أي وقت من السنة، وأيضا طلبات يعني طلبات ترشيح للناس اللي مترشح لها جائزة يعني عندها آجال يعني الآجال. أنا كيف أشارت منى لحد الساعة تم إعلان مبدئي عن 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 بعض التفاصيل، وخصوصا عن الأعمال المنتجة في 2017 سواء كانت أعمال صحفية والله قصائد والله كذا اللي يتشارك يقير ظاهر اللي أعلن فم قدر من الطلبات بمحاولة فتح الفترة شوي اللي ياك تقدر تشارك أعمال كبيرة صحفية وعلى يعني أنتم ذاتش استقبلتوا الملفات يعني نبدأ نستقبلهم من يوم 27 محدد لهم يوم 27 من الشهر يقارف ما قدر من الزملاء يقولون، لأنه فعلا كانوا يشتغلوا على مواضيع صحفية كبيرة استقصائية وتحقيقات جيدة شكلا ومضمونا، ويحاولوا أنهم إذا قدرتوا تمدد الفترة شوي خصوصا أشهر من 2018 لأن المواضيع تم إنتاجها، ولكن عند مؤسسات لحد ساعة ما فات بثتها والله ما فات تم نشرها، بالتالي يختاروا إذا قد يوسع الوقت، وهذا جاري يعني التفكير رحتوا أنتم الاعتبار يعني أكيد، وده هو اللي مخلي الجائزة توقيتها ما فات موعد تسليم الجوائز ما فات نعلن، لأنه نحن نستجاب دائما للخصوصية التنسيق وخصوصية المشاركات والوقت اللازم لها به اللي أهم عندنا توخر جائزة بصورة جيدة من يتم ما هي قضية لا إعلان لأن أعلنوا جائزة كذا وهو جايين من جيش منها الشرشيمة اللي جلسة واحدة يعني ما قضية ما قضية أن يحصل كيف تقول يحصل شيء من الناس فوتر وتقسموا جوائزها، ما هو الأساسي هو الأساسي احترام، لأن أنت تحترم الشخص اللي الجائزة على اسمه بلي جائزة ما هي جائزة نحن جائزة على اسم شاعر
عرف بلا احترام، يجب انها تعود محترمة، يجب انها تعود على المستوى يعني على المستوى اللي ترافق الاهداف اللي وبنيت عليها معدلها. تفضلي منى. حتى انا عندي فكره منين اللي نعود لين نعرفوا تاريخ ميلاد المرحوم الشيخ ولد بالعمش، يعني يعود لي ملائم لنا، ملائم الجائزه. قلت حد يعدل موعد الجائزه يعود مصادف مع نهار ميلاد. عندنا مبدا الساعي انها عاد تعدل في النصف الاول من 2018 على كيتم يقر الموعد، ما هو مشكلة بالنسبة لنا. الموعد يتم تحديده لين تتكامل الصورة شكلا ومضمونا لهذه الجائزة، ويتم اختيار الأعمال بشكل جيد ومتقن ومتأني. ولا بد قاع من يعود متأني باللي هذا لي مثلا يعود موعد ثابت، هذا يعود أيضا مراعي جميع أيضا الناس المشاركين، مراعي تلك الاعتبارات اللي يعود فيها الشقلة، فيها مراعي حتى قضية النشر، لأنه هو يجب جمع جميع أعمال الراحل غير المنشورة والتواصل مع عائلته، لأن هي تعطي الموافقة وبعدين يتم إرسالهم للناشر ويتم الشقل عليهم. بين مجلس الأمناء في قدر من الصعوبات، لأن أغلبهم موجود في الخارج، بالتالي يخضع لتوقيت مختلف وعليه أعباء معينة غير كامل، تحديات في طريق من ذا يعدد. بالتالي ما دام الحق ذي المراحل معناه أنه له أكثر جدية نزل لي واحدين فيه، ومهم عندهم عن اللي يعود تقليد سنوي، وما هي لا جائزة معدل مراحل، هو تقليد سنوي، بالتالي بدايته يجب أن تعود مؤسسة بشكل جيد، وفي نفس الوقت تعود تقليد محترم كيف ما قلت، وهذا هو اللي يعطي بعد القيمة هذه الجائزة. أكيد أكيد طبعا. ظهر لك منى عن كم الوقت ياك يعدل مجلس شقلة مضبوطة وينظم جائزة فعلا تتلائم مع حجم القيمة الثقافية لهذا الحدث، ترى كم الوقت كافي راح تقريبا كرر ذي القلب ربيع تسعة أشهر سنة راجل عم يعود قد من ست أشهر سبعة قد يعود نورمال ما يعود قد حد، خصوصا عن أنا عندي ملاحظة عن الأعمال كيف تشي مولي ما شاء الله باللي الإيميلات اللي نفتحوا فاتوا سنتاوي استقبلوا قدر من الأعمال تحديدا الأعمال الشعرية، يعني هذه الجائزة حركت شوي من الركود المثقفين والناس المبدع الموريتاني يغيب جانب التكريم، يغيب جانب التكريم، لان والتكريم الجدي به اللي هو الاديب ولا المبدع يبقي يكرم، يبقى يكرم تكريم جيد، لانه هو مبدع بطبيعته، بالتالي تكريمه ما هو كي تكريم الاشخاص العاديين. الشاعر اللي ينتج قصيده يتم استقبالها بين 400 قصيده وتفوز، ما يلا يتم تكريمه بجوقه، يلا بجوقه حقيقيه. بالتالي هو نوع من التكريم الإبداعي، يجب أنه يتم احترامه جدا، لأنك تتعامل مع مبدعين، دول الناس اللي يفوزوا ناس مختارين من بين ياسر من الناس الأخرى، وخاضوا على عدة مراحل، خاضوا على اختيار، وخاضوا على معايير، وخاضوا على متخصصين، بالتالي هذا هو العمل الأخير اللي تم اختياره، من يعود له وكرم بشكل موجود آخر سنة يعني على نقعنه، وبالتالي هذا هو محاولة سعي نحن نعود مضبوط. يعني المواصفات هنا التكريم الجيد، يعني تكريم جيد كلمة نطلقوها هكذا، يعني والله كل حد يتمناها مثلا أنه يكرم تكريم جيد، يعني شنو المواصفات اللي يعود عليها هذا التكريم جيد حسب وجهة نظر لجنتكم؟ أنا هذه ملانة عن قاعد تكريم كامل وجيد، ما فهم تكريم ما هو جيد به اللي هي مادة فترتف عنها تعدل تقبل شيء من الأعمال وتفصل بينها بين اللي صالح، وما هو قاعد أنه لا حد ما هو كرم عن أنه العدل ما هو جيد، بالعكس هو دائما وهذا فيه الحظ وفيه ياسر من الأمور الأخرى. معناها عن التكريم عادة منا سمحي لي شوي، دائما يتعب رقاج ويعود فعلا العدل زين، يقير الناس ما تقول له ذا زين مثلا، والله هذا زين ما تقدر تقولها، معناها شيء زين لا حد ما يحتاج قاعد نقول عنه زين، يعني يحس الشخص اللي شفت قدم الإبداع انه اذا عدل شيء زين مش موزن الناس المبدعة كاملها تكرم، صرت في النوع من الجوائز وذا النوع من المسابقات، اكيد يدور عنده فم واحدين مبدعين ويقدموا شيء جيد حتى، وللاسف ما يحب لي روايه محدده محصوره في شخصين والله ثلاثه، معناها ما تقدر تبدع على الناس كامله. يقال ليتم لا عنده امل انه قد يكرم مره اخرى، قد يكرم هو اللي بين الجائزه تهدف عنها تعود دوريه وذا الشيء به اللي تم لا فاتحه المجال، ذاك الشخص اللي ما كرم السنه قد يكرم السنه الجايه، وحتى بالنسبه للجوائز من نفسها يقدوا يتطوروا، بالنسبه للاعمال من نفسهم المستهدفه يقدوا يعقبوا التكريم الجيد قالت لك منى جيد، ومهم قاع حد ما هو مكرم بين انت مشاركتك انت ادبك محترم سوى وكرم سوى، قال التكريم قضيه مهمه، يعود جيد بس من حاله، يعود المكان اللي يعدل فيه جيد، الطريقه اللي يتم اختيارك بها جيده محترمه، الطريقه اللي يتم ابلاغك بها جيده، الجائزه اللي تود عندك جيده، شكلا طريقه جيده مضمونها جيد، الدعايه الاعلاميه لها جيده، التعامل مع المبدع جيد، هذا هو والقيمه اللي تقبل مع مرور الوقت
جيده في نفس الوقت. قلت لك منى هي مستقبلا يتم توسيعها لان في مجالات مهمه، مجال المسرح، مجال السينما، في مجال ادب الاطفال، في مجال الذكاء التربوي، يعني فتح مجالات واسعه يقر الابداع بصفه عامه. البدايه هي بدايه، بالتالي توسع على كامل ثقافه، وهذا كامل خير، وهذا كامل ابداع. يعني كل ما عدت اقدم كل ما استطعت انها توسع مجالات تحتوى الكثير من المجالات وتعدد، حتى تعود مثلا الجائزه الاولى، الثانيه، الثالثه، تعطي ثلاث جوائز مثلا بدلا من تعطي جائزه واحده، بالتالي يعود لهم فرص اكثر. والجوائز الجيده فهم هذول يقدموا لهم كل سنه، ما ينقضوا يقدموا مره خلينا هذه الجائزه هي انا ندورها، انا مهم عندي ذي الجائزه وندور نفوز بها. يعني ما في نوع من التنافس الايجابي، التنافس الايجابي اللي في انتخاب طبيعي به، انت مقدم مقدمين معك اخرين، ما فزت العام تفوز العام القادم كاي جائزه محترمه، وهو اللي نتمنى يساعدك ايضا، يساعد المبدع والشخص اللي في انه يطور من عمله به اللي اصبح في ميدان واصبح تنافس اللي هو بلد ايجابي. لان قبل النموذج الصحفي مثلا انا عندي تقارير تلفزيونية غير ذي التقارير بالتحديد، على الأقل للسنة أنا عدد ذي التقارير الأربعة دي اللي لين ترشح بهم الجائزة الفلانية، سواء كانت دولية سواء كانت محلية، هو اللي يفكروا فينا. أنت ما خالق جائزة، أنا نشتغل بشكل طبيعي، قاعدين نعود نعرف نهاية العمل وأنا نعدله إني لماذا ما نوسع شوي ونعود قاعد نشارك بالجائزة الفلانية قد يفوز بها. بالتالي أنت كصحفي في التلفزيون ولا كصحفي في قناة خاصة ولا كصحفي إذاعة، لين تمشي من عند إدارتك بعمل ويفوز بعمل، إذا مهم بالنسبة لك، إذا يرفع مكانك بين بين أصدقائك. وحتى أنت كصحفي تقد تعود كنت ليت عدل تقرير معناك مش تهدع ليه إلا مع الرواية وهكذا روتينيا، ما تعود حاس عنك ليه تنافس وعن فم واحدين أخرين يقدوا يظهروا على حسابك وكذا، لا يوخض الإبداع اللي حتى الشخص خلق تنافس، لهذا خلقت الجوائز. حتى الشخص العامل في هذا المجال والله لا يحس بقيمة الواحد في بي اللي فيه تنافس إيجابي، وفي أيضا مسؤولية، وفي أيضا تميز، يعني فاتح لك باب إنك تتميز عن بعض، عن أقرانك وعن زملائك. يقال هناك فكرة منى، وهي فكرة هي الحجر الزاوية، وهي الوفاء. يعني هذه الجائزة يعني تعطي وتزرع فكرة في المجتمع كامل، الوفاء للناس اللي قدموا أي إسهام، سواء هذا الإسهام كان أدبي، كان فكري، كان ثقافي، يعني تعترف لهم بالجميل. يعني حتى أن قبيل شرنا لها شوية قبل ما تكلمنا عنها، والله شرنا لها قبيل شرنا عن النوع من الجوائز قاعد دائما، وهذا الجائزة تحديدا عنهم شقين، واحد هو كنا نتكلم عنه هو تحفيز مجال الإبداع، والشق الثاني يتعلق بالشخص بالنفسه اللي مسمي عليه الجائزة. طبعا الوفاء للأشخاص ذنبتهم كيف المرحوم الشيخ والبلعمش يعتبر وفاء للإنسانية، هو يقدر يعد وفاء له، ما هو وفاء له هو كيف قال لك بير ربيع كشخص، هو الشيخ الحمد لله شخص كيف قلنا يحمل قضايا الأمة قاع العابرة للوطن، وأيضا في وطنه اللي كان يحمل هم الناس اللي ما ملتفت شورها حد. أنا للأسف ما جبنا ما عندنا هون شيء من أعماله، كنت نختار نجيب شنو تقرأهم من التوالى الربيع. قضية الوفاء عنده نصوص كاملهم. قضية الوفاء مهمة به، اللي التأبين اللي عدلت نقابة بعد وفاة المرحوم جاه أقدم الشعراء والأدباء والناس اللي يمكنها دخلت مجال الأدب، وش جات الناس كاملة. بالتالي هي قضية أنك أنت ذا اللي كان ينظر له الشيخ في أدبه هو متركين إحنا معه، تشجيع الثقافة، دعم الإبداع، تكريم الثقافة بشكل عام والاهتمام بها، جعلها معناها هو نوع من تكملة المسار، ونوع من اللي قلت هو بدقته، وهذا هو الوفاء. الوفاء أن إنسان من مادة مضبوطة لين يمشي منها حد كان يعدل شيء مضبوط، يلا تكملوا، يعني المشعل يلا يستمر بطريقة أخرى. يعني كيم قال لك مثلا هذه مثلا القصيدة ما تلك تحد يقول شيء أبدع، لا إبداع مما كان، يعني كسر حديك القاعدة ما خالف شيء زين من ذا ما قطن قال. يعني لما الشعر ثروة وطنية بالنسبة لنا، الشعر ثروة وطنية. أنا ظاهر لي عن في البرازيل مثلا تنتج لاعبي كرة القدم، مصر تنتج ممثلين كذا، احنا ننجو شعراء بامتياز مولي ومتفوقين فيها، وهذا يجب دعمه. ما عندنا ذي المجال بالتحديد يالتو يندعم به اللي احنا ننتجه وبيئتنا صالحه له ونتفوق فيه، معناها الناس العالميه اي شاعر عالمي لا يمكن تجاوز تجربة موريتانيا. وهذا بالنسبه للوفاء نحتفظ به، نحن نعتبر عن المبادره مولي هي لا تحفز على الوفاء ايضا بين نحن الموريتانيين الحمار، دائما اي روايه خلقت تحامر وتبارك لا تجبر واحدين يقولوا
فلان أي مجال يقول فلان مولي ذاك يستحق هو أيضا أن تعد الجائزة بس مو لماذا تعد الجائزة وبالتالي ده يخلق قدر من إن شاء الله حتى مولي إن قال مثلا الشعراء ما مجابرين حقهم ولا الأطباء ما مجابرين حقهم ولا يعني هو لابد بعد قاع من تعود التغيير نابع من الجسم اللي صح كيت مثلا صحافة عدد طولها جانب مهم جانب الناس تتبارع على زين التقارير تتبارع على زين الشعراء ايضا مجورا لهم يهتم بمجاله اللي فيه يعني ان قال لك الصحافي كان صحافي قدير ولا اجبر حقه يعني توفى ولا اجبر حد يذكره يعني هون يحافظوا على يعني الاعتراف بالجميل وفي نوع من الوفاء ايضا لهذا. بالنسبه للعمل الخيري استاذ الربيع يعني كيف يمكن أن نعود يعني يجبر حد جائزة بالعمل الخيري يعني المواصفات احنا اقترحنا في مجلس الأمناء أنه تكون هناك جائزتين وتكريم يعني العمل الخيري يعود فيه تكريم وليس جائزة معناها ما هو مسابقة به اللي يقرر يعود تكريم لجمعية معينة خصوصا الجمعيات الشبابية اللي نشطت المجال ذا علاقة بمستضعفين ولا مساعدة الناس ولا مساعدة الناس في أنهم يوصلوا صوتهم لجهات معينة ولا التكاتف الاجتماعي إيه. وهذا من نفس روح الأدب اللي كان يكتب الشيخ أنا قاعد قريب من الناس يساعدهم وكذا ومحاولة تكريم لأنه الشيخ مالي كان عنده قدر من العلاقات مع المجتمع المدني وعنده قدر من النشاط فيه ومحاولة تطوع وبالتالي ظهرنا أنه ما هو جائزة مجايزتين جائزة الشعر وجائزة الصحافة وتكريم لجمعية ناشطة في المجال وطبعا فيهم اللي لجنة متخصصة من المجتمع المدني والعمل الخيري هي اللي تشرف على ذلك وتجيب ما الله قاعد للعمل الإنساني تحديدا اللي يركز على الطريقة اللي له يكرموا بها أهله وذاك طبعا له يعود حافز للناشطين في الأعمال الخيرية له نحاول على نقبل لا الناس اللي تعال الأعمال الخيرية هون دائما يعني ما هي دائما هم ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اي تسمع اسمك بعين اسمه اسم كبير ويعود على ارض الواقع محمود مولانا كلي عدل والعكس صحيح احنا هو يعني انتم طارحين معايير على اساس انكم تباشروا للعمل هل هذا العمل فعلا يستحق مردوديته على المجتمع وعلى الوسط الجغرافي اللي ينشط فيه مثلا شنو الخدمات اللي يقدم وعلى الاساس توسيع دائره الاهتمام به اللي ما يعود الشعر والشعر والصحافه ان شاء الله صبح عود وبالمناسبه قاعد نص قصائد ومن فسف يمشي بمذابة أعمال إنسانية بهم لله وقعهم دعوة اللي يتكلموا عنه من شيء إنساني لا يصب في مجال الأعمال الخيرية. بالنسبة لهذه الجائزة مدرا كان يتعدلوا تعود على مد ماشي على مدى أسبوعين والله على يعني يتعدلوا أماسي والله لا تعدلوا حفل تقسيم جوائز فقط ويوفا والله يعود فيه كل مرة يعود فيه أمسية وقفوا الناس فيها مثلا شعراء كله يلقي الشعر والله تشاهدوا تقارير والله الأعمال الصحفية الموجودة والله لا تصورنا المبدأ إلى للتكريم أن يعود لهم ورشة حول أدب الشيخ شاركوا فيها مثقفين وأصدقاء وشعراء عرفوه وشعراء أقراوا له وقدموا قراءات في شعره عن ذا يعود فما رشل ذا وفما حفل تكريم أكيد فيه شعراء يلقوا قصائد وفيه كذا وفيهم مالي تكريم إعلان عن الفائزين وفيه ينبث منتجات بصرية تعود ترصد تاريخ الجائزة وتشكلها والناس اللي شاركوا فيها والناس اللي اهتموا بها وأفقها المستقبلي هو تصور المبدئي. طبعا ذاك يأخذ بضع عشر من العوامل حسب مرور الوقت والتنظيم يقدر بعد هو الصورة العامة اللي بين الصورة المبدئية غير كيف ذات شارلق قبيل نحن ما نعجال مازلنا نختار يقال ما كنت تحاول تتعدلوا كيف الجائزة تعود فيها أماسي مثلا أماسي حالا مثلا احنا كي قلت لك الوقت باش اجبرنا الوقت باش استلمنا السهرات الثقافية كان الناس تم تجي ما كانوا داخلين برنامجنا قال لك نسمع عن الفكرة من عندك تنقدوا لها ندخلوهم برنامج ما ندخل بعد قليل برنامج احنا الحمد لله مرحبين بالأفكار كان ما نقصوا أي شيء أي شيء له يدعم الجائزة ويهيشم أكيد بعد ندور عد فيه نقاش الأدب الشيخ ندور عد فيه شيء من الشعر الزين المصقول دور عد فيه
جوائز مربوطه تنعطى دار وقيل نروح فيها قدر الفرح والحضور والسعاده حتى يلا يعود فيها مولي ايضا شهادات من الناس اللي على 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 المرحوم اللي هو المرحوم عنده جانب اخر وجانب مهندس يعني ياسم الناس ما يعرف الطريقه اللي كان يشتغل بها في مع زملاء وبعيده عن قاع هذا المجال الثقافي اكيد هو يعني انا قاعد تماسع على عمل تلفزيوني في الاطار ده مبارك معه قضيه ان يرصد مثلا مكان عمله هو اللي كان فيه واصدقاء سواء كان على مجال الهندسه ولا مجال الشعر والناس اللي يعني جمع مجموعه من الشهادات عنه هو في الاسره اللي يتكلم عن انتاج وعن لك اكيد يدور يخلق على الطريقه اللي له يخلق بها ولا يعود تقرير والله وثائقي والله يعني نتكلم عنه مجال الشعر موضوع منفصل لانه هم عمل مبارك معه في الاطار وقد يتزامن مع الجائزه ان شاء الله. بالنسبه لتعويلكم انتم على الشعراء والادباء في انشاء هذه القضيه وانجاح هذا المشروع اللي عندكم انتم جائزه يعني شنو تعويلكم انتم على الادباء اللي هو الشعر هون يلعب دور بارز وكبير وايضا حتى ان الشعراء يلا بحاجه انا ظهري عن راي شخصي باطن هم مثلا يلا يعود عندهم هذا النوع من الامور ياك يتموا محافظين على الابداع وجابرين ايضا تكريم وجابرين ايضا اعتراف بذل اهميه الواحلين فيه. ما استعلن مبدئيا من حيث التنظيم احنا متباركين مع الموضوع مثلا تصورنا له واضح ومن حيث الدعم المعنوي والله الاهتمام بادب الشيخ ظهر عنه جميع انا اغلب الشعراء اللي التقيت بهم والادباء والمثقفين حتى من اجيال الستينات الى ورك كاملين ثم احترام خاص للشيخ وذم مدي احتفاء بادبه من عند احمد بن عبد القادر قاض الى ترك المزابل يكتب القصائد ما فاتوا سهده وهم ناس كامله مجمع على ان الشيخ كان شاعر وانسان محترم وكان قريب من قضايا الناس وهذا طبعا محفز كبير بالنسبه لنا احنا طبعا الشعراء كلهم اغلب الشعراء نتواصل معهم في الموضوع وتسهيلات القضيه ونرحبوا بافكارهم طبعا نمشينهم رساله من خلال يعني هذا يعني الشعر مودي ومهم فيه مهم في حضورهم وافكارهم وهم مقترحاتهم عندنا ما نصايبين كاع عنهم لا وداعينهم من المنبر اللي هو عنهم اكيد أنا باطن دوره دانا نلجؤوا لهم ونلجؤوا لمساعداتهم ودعمهم المعنوي وافكارهم وشهاداتهم ودي عن الشيخ وذا الشيء وعن باطن معدلهم كامل يعني هم معنيين بالدرجه الاولى بالقضيه اللي هذا المجال مهم وخاص يعود في التكريم يعني الشخص اللي يعطي ولاه جابر حد مثلا يعطي تعود فم لجنه على المستوى معين من هذا وتعود هي خصوصا الاديب أديب ما يفضل شيء عن التكريم أن يكرم أدبه هو قاعد له وتنعطى له جائزة وعود ذيك الجائزة خاطئ تقريبا على الناس المتخصصة في مجاله وهذا ما كيف توشي عنده يختاروا عن إيش تجي الأديب والله تجي المثقف والله السينمائي والله أول شيء تجبره في صالهم تكريم قط نعطاله هو أول شيء يعني يشكل نوع من اعتراف الآخر أنك يقول تقدم لنا جيد وإحنا سعيدين به ومهتمين به إنه ما هو لا شيء تكتبه توتمش بالتالي الأديب بالتحديد يلامس منه التكريم جانب ما يقدر يلامسه جانب بالتالي مهم مهم حتى هو الابداع كيف بصفه عامه اي مبدع ما يكرم ما يحسس عنه ذا اللي معدل بقيمته لا يقتل تماما يقتل دائما ينقال منا الدوله ما مثلا ما يعطي قيمه لذوك الناس اللي وحله في الثقافه والله حتى يعني ما تراين يلا هل المجال يقوموا مع رؤوسهم اولا بعد قاعد يعني بذل نوع من المبادرات بذل نوع من الجوائز حتى انهم يعودوا شفت مثال نحن قمنا بهذه المبادره اللي هي في حق المرحوم الشيخ البلعمش الجهات المعنيه الرسميه اللي تتعاون معنا مشكوره بهذا تعود ادات دورها حمزه بدل من نين الصلي معنا تتعاون معنا الى جانا لها تعاونت معنا عاد عندنا الحق ننتقدوها نقولوا عنها ما هي قايمه بدورها والله كذا غير كيف قلت لابد من حد هو من نفسه اكيد يكون هو من نفسه تقدم فكره واضحه خليها تبقى تقاليدها دول في النهايه تدعمها ويدعموها اللي هو شيء جيد اثبت نفسه مع مرور اكيد درك الحديد عم قال لابد من المبادره تصنع المجتمع المدني والناشطين هم اللي عدوا المبادره. واصل نقاشنا معاكم بعد توقف مع فاصل قصير ونعود لاستكمال حلقه اليوم من برنامج يوم جديد.
عدنا لكم من جديد مشاهدينا في برنامج يوم جديد، والحديث دائما عن جائزة الشيخ والبلع مشلي للإبداع مع الربيع وليدومو ومنامة محمد عضو أمانة مجلس الجائزة. مرحبا بكم سهلا من جديد. تحدثنا قبيل عن أن هناك رئاسة شرعية لهذه الجائزة، وقلت عنها لا يتعود الدكتور بدي ولبنو طبعا. شنو قيمة هذه الرئاسة الشرعية؟ يعني هذا نوع من الشخصيات الثقافية، يعني تعود عندها رئاسة دورية، هي رئاسة دورية مالها؟ يعني هي رئاسة دورية، هي رئاسة لحد ساعة دائمة، هي مبادرة من 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 مجلس الأمناء، إنه اقتراح شخصية وطنية ثقافية توافقية تعود تترأس هذه الجائزة، وتعود تضفي تجربتها وبريقها على هذه الجائزة، وتتعاون أيضا فيها وتسهل بعض المهام المتعلقة بها. في هذا الحال تم عرض الموضوع، تم اقتراح بدي واللبنو الدكتور، وتم اقتراح الموضوع لي، ومشكورا لحو ذاك بالصدفة هون وموريتان وجابرنا معه، ورحب كيف تكلم معكم في الموضوع، رحب هو بالجائزة واعتبرها عمل جيد، خصوصا عنها عمل سنوي واحد يتم العمل عليه بشكل مكثف، وإنتاج عمل واحد، ما هو عدة أنشطة متفرقة، عمل واحد مركز تشتغل الناس كاملة لياك تعدلوا مرة واحدة في السنة. وتعهد بقضية المؤلف اللي تكلمنا عنه، هو مؤلف جمع أعمال الراحل غير المنشورة، جمعها في ديوان واحد. طبيعة الحال ذيك عملية كبيرة، يجمع ذاك العمل ويوخر على العائلة اللي تصدر موافقتها على نشره، لأنه هم مسؤولين عنه فكريا وأدبيا، وبالتالي يعود الدكتور يتولى نشره وتوزيع نسخ منه بالتزامن مع إعلان الجوائز. وطبعا عرض دعمه المادي والمعنوي لهذه الجائزة، واعتبرها عمل جيد يقام به، وإحنا من اللي شرفنا باللقاء، لأن بدي أحد المثقفين المهمين. نعم، هذا الكتاب اللي طرح كفكرة أنه مثلا يجمع بعض الأعمال، يعني كثير من الأعمال اللي لم تنشر بعد، مدرا كان كمونا قطي مثلا جبرتي شي من ذو الأعمال بالصدفة، والله قط فعلا سمعتي عن هالشي، هذو الأعمال اللي ما يتوفر عند كل حد، ما قط جبرتها يقار من الطبيعي عن أي شاعر وازن عليه لا يعود عنده قدر من الأعمال اللي ما فاتوا انتشروا. ما نلقى اللي عندني قد سمعت عن خارقة قصيدة، كان هي آخر قصيدة يكتبها المرحوم عن القدس، عندي انها ما فاتت، لأنه هو كان راح يطلع عنه يكتب كثيرا على الفيسبوك أبيات من هون، قصائد من هون، مناسبات سريعة، وعودة ما فات نجمع في ديوان. وكيف كانت الربيع الرئاسة الشرفية ضرورية، والدكتور بدي ولبنو جزاه الله خيرا كان تجاوبه إيجابي جدا، وأول بعد قام إن شاء الله الإيجابيات اللي جبرنا ده الاقتراح الموفق، وهو جمع أعمال المرحوم اللي لم تنشر بعد وتكفله بنشرها إن شاء الله مشرح. كتاب معناها عن موازن علي لا يعود عمل، هو كان أقول لك أنا شو جائزة شيخ بلعمش قوضة إن شاء الله، يعني شنو هي بوادر إنها قوضة، يعني ناس كاملة مهتمة بيها وزينة عندها، كيف تتكلم مع أي رجاش ولو برنامج تلفزيوني تختار تعرضه فيه ترى قبول، ترى يعني هو ما شاء الله يستحق، تبارك الله، ناس كاملة تعرف إنه يستحق رحمة الله عليه، هو شخص محبوب عند الجميع. يعني أنا شخصيا ما قط تلاقيت معه، غير عرفته من خلال الأدب، يعني من خلال الأدب ومن خلال تقول الناس عنه، يعني من الأشخاص اللي سبحان الله الحزن اللي خيم على صفحات لحد الساعة وعلى لحد الساعة هو الحزن الخيم اللي سمعنا عنه، يعني خيم عليه يعني سنين من البلد الكامل، صدمة كبيرة، وتحية هون تحية خاصة لمقتبل العمر، تحية خاصة للأسرة الكريمة، أسرة الشيخ والبلعمش، كانوا يمثلوا زاد هم الأسرة المسلمة الحقيقية ما شاء الله بصبرهم وفي ياسر من شيء، واضح أنه هو الحمد لله هذا ما هو جايبه من جايبه من البيئة، يعني الحمد لله تحية خاصة لهم إن شاء الله محيينهم. أستاذ ربيع، طبعا هناك يعني اكتملت فكرة الكتاب، يعني الأعمال اللي لم تنشر، هل هناك فكرة مستقبل تكون تعدلوا له ديوان مثلا، ديوان الشعر مثلا؟ إن شاء الله أنا يعني راجع عن فكرة، فهم فكرة وإحنا نقدر نشتغل عليها مستقبلا إلى أعطموا لنا الحياة، وأنا عرضنها بعد على جميع الفاعلين الثقافيين اللي يقعدوا مهتمين بالموضوع، إنه لماذا ما يتم جمع الأعمال الكاملة للشيخ
يعني دواوينه كاملة يتم جمعها في كتاب واحد يتم الحصول عليها. ظل عن الفكرة تستحق الدعم الثقافي بشكل عام، ظل عن الشعراء خصوصا الاتحاد ودبا والكتاب الموريتانيين مبادرة من النوع قد تلاقي اهتمام عنده ومقترح جيد، وظل عن نحن مولي في الأفق ونفكر يعني فيه ما دام تعود في الإمكانية هل تكون جيدة. يعني معولين عن الاتحاد الأدباء الموريتانيين سيكون معاكم في ذي القلب مثلا أي شيء كامل بقيتوا يبقوا الراحل ويقدروا أدبه ويقدروا الشعر واللي يشتغلوا الليل والنهار لا في اخبار وش كامل قد يعدل فيه لعود مونك عندهم وزين عندهم. احنا بعد طارحين الفكره حتى اذا المولي فتح عندهم اهتمام نعم وعود زين عندهم واكيد واكيد ثم من الشعراء وثم من الناس الطيبه اللي تهتم شنو. واحنا بعد المولي بالجائزه نهتم مستقبلا بشي نبتوني تعودهم بامكانيات نقول لا يخلو يتم جمع الاعمال الكامله بيتعدل اصلا اللي نعودهم اديب عدل قدر من الادب ورحل لأن تجمع أعمال الكاتبة كاملة في كتاب واحد يمكن الحصول مثلا من الحصول على الديوان الفلاني والديوان الفلاني يتم جمعهم وطباعتهم في ديوان واحد يتم ممكن الحصول عليه بسهولة وممكن اقتناءه. مواكبة مولدي إيه؟ يعني متواكبة مواكبة التطور في حاصل وسائل الاتصال إيه؟ إيه؟ مجرد مثلا بهاتفك النقال جوال إيه؟ بالتالي ولو يعود بي دي اف على الأقل يقدر نحصل عليه وينقرأ بشكل غالي عن فكرة ما هي مكلفة وفي نفس الوقت مفيدة جدا بالنسبة للراحة فقط الجمع والتنظيم فقط بعض الجمع والتنظيم والإشراف ونوع من الأمور لا بد له من إشراف متخصص ولا بد له من رخصه مولي من العائله لان العائله دائما موجوده في النوع من الامور يجب استشارتها في اي شيء لا يعدل وهي هم مولي عائله المرحوم متعاونين في الموضوع مرحبين به ويبقوه ينجح الناس كامله تسول عنه شنو إذا الطريقه اللي لا هي يخاض بها والطريقه اللي لا يعود بها الطريقه اللي لا يعدل بها. اما الدعم وقضيه المساعده فيه معنويا والله تسهيل اتصالات والله تسهيل تراخيص هذا كامل احنا ما قطرينا فيه مشكله ولا ظهرنا مول ان شاء الله نشبره غير قصه نتكلموا عن المشاكل والعراقيل والله الروايات اللي حاسمتمكم مثلا ما زالت خليني نقول لك حجر عذراء قدامكم انتم تختاروا والله عندكم شي بعض من الوسائل منا انا ما كيف قال لك ربيع الحمد لله جائزه المرحوم غاضفه كيف قال لك وانا بعد حد الساعه ما افتجبرت فيها الحمد لله اي عراقيل متعلقه كيف قال لك تجاوب مع من الناس اللي نختارهم يدعمونا احنا ما بتلقى عقبال احنا سعينا دعم معين ولا شيء غير ما بتجبرنا اي عراقيل ولا انا متمنين مولي عنا نجبروها نعرف عن الروايه تخدم الساحه الادبيه وتخدم روايه انسانيه نبيله واعره اللي هي تجبر عراقيل ان شاء الله. بعد دائما مولي مهم عندنا قد يعود من الروايه اللي خفت قضيه العراقيل مجلس الامناء جزاهم الله خيرا ما الدعم المادي ما هو اولويه حتى بالنسبه لهم. قمت بالتالي ذاك يقعد خفف قدر من يعني قضيه كل الناس كامله يعني غير مولي ذا قله اهتمامهم هم بالدعم المادي غالي عنه اللي يجذب قدر من الاصوات المهتمه اللي حاسس ان يقعد اكثر جديه ما دام الهدف منه ما هو مادي تحت ما هو مادي ما نقولك تقول وهون عدل جائزه تدفع تلود الفضل غالي عن اهتمامهم هو بالمعنى اللي قد يعود جذب اصوات اهم مستعده قاعد الدعم المادي اللي ياك تساعد بيه واكيد ما خلق جائزه بدون دعم مادي يقدر في النهايه ما هو الاساس المبدا ولا هو ثم قضيه نظري عن من اهم العراقيل اللي تطرح لاي جائزه هي تحدي انك تثبت انها مهم للناس تسمع دائما جائزه مبادره هذه حقيقه وبالتالي ما هو كره منه في الجوائز يا غير اذا لا يعود كذا الماضي نعرفه والله صعوبات ونستاذ الربيع حول انك ترسخ فكره ان ده مهم يعني شنو الصعوبات يعني هذا المشوار هو المشوار يعني هذا تحدي ذاك تحدي والثاني يوم مريضه ثاني يوم مريضه قال جائزه وهو كم مجبر اول شيء قال كم مجبر انا ذاك يعني نقول دارك عن قله اهتمام الامناء بالناحيه الماديه وقله اهتمامهم بطلب الدعم المادي فعلا يقدر يعود جذب شيء من الاهتمام غير مولي خايفين ومن ينفر البعض اللي عادة يجذبوا لا شيء فيه فريق مادي معين ما انتره يعود منفر لهم من هذا هي المادة تورشة زي ما خسرش يعود حد جبر تكريم ومالي جبر مالي فضة جبر فضة مضبوطة جائزة محترمة إن شاء الله دور تعود في جوائز قيمة مادية ودور تعود مالي قيمة معنوية إن شاء الله من التحديات اللي تنطرح ما دمنا الموضوع التحدي من التحديات اللي تنطرح مالي لقضية الجوائز هي التنسيق ما بين الأمناء خصوصا أن عدو ما هم موجودين كاملين في موريتانيا التنسيق والاتصالات
بالتالي عود مثلا يلا مدة تمشي شهر كذا يعودوا ضم ضغط في العمل على مجموعة ضم ضغط وفارق التوقيت في التنسيق في المواعيد دي بعض المشاكل الخفيفة اللي تنطرح. قالوا هلا عن عموما الموضوع إيجابي جدا ولا فيه حتى إذا وضع معايير موضوعية يعني متوافقية واللي تود تتماشى مع روح أكيد. الجائزة يعني الفكرة الأساسية من وراء خصوصا يعني. علينا أغلب الأعمال الفاجات تعالج قدر من المواضيع الحساسة فهمت؟ فيها شيء عالج قضايا اجتماعية، فيها شيء عالج قضايا سياسية، فيها شيء عالج قضايا اقتصادية، بالتالي يلا يتم التحكيم فيها بمعايير محترمة ومسؤولة لاختيار نص تحول اختيار نص يستوفي العمل يستوفي المعايير الإعلامية المضبوطة بدون النعود لا يعالج قضية حساسة ويطلقها على عواهن. يجب أن نعود الموضوع الحساس اللي عدل الصحفي حاس به ويعرف قيمته ومتخذ جميع المعايير الصحفية الملتزمة وأخلاقيات المهنة لياكي ذاك العمل يستحق. كيف قال لك دور الأمناء هون في البداية ليه ينقش من الأعمال يا غار ليه تنقبض اللجنة دور تعود لنا إن شاء الله دور تعود لجنة توافقية اللي ليه تحكم به دور لا يعود قانع الناس كاملة إن شاء الله إن اللي نحرص على اختيار أسماء مثلا تصفيات يعني أقل من الدور الأول شور دور كذا تقريبا جوائز القائمة الطويلة من ثم القائمة القصيرة من ثم الفائزين يعني دور عودوا فيه تجتمعوا مرات يعني مع مثلا إذا عادوا ضم 10 مواضيع صحفية في القائمة الأطول مثلا وهذه العشرة اللي يعبوا عودوا خمسة وذوك الخمسة اللي هي جسوا لجان متخصصة وتعود تختر منهم واحد مثلا الفائز إلى عادت الجائزة واحدة لينختر واحد إلى عادت اثنين لينختر واثنين هم الفائزين وطبعا مع التمنيات بالحظ السعيد للناس الأخرى والشيء بعد عندنا احنا كاملة احنا ما نقدر قاعد نشارك جائزة ولا نقدر نفوز بها تعودوا خلال حتى غير ما يقدروا يشاركوا مثلا مشكلين وعلى كل حال داعين جميع الشباب عنهم يشاركوا بتكثيف وعن عاد للناحية المادية دور يجبره إن شاء الله والناحية المعنوية طبعا هي الأهم ويا سبحان الله المبدع غالبا لا يعود مهتم غالبا مهتم بالناحية المعنوية أيضا معناها عنهم يشاركوا دور يخلق ليه تعود تصفيات ليه تعود شفافة ولا هي تابعة ما عندها المعايير مو المعايير يعني لجنة ما قد حد يقول هاي لجنة منحازة أبدا لا شك بين اللي فيها فلان وفلان 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 عنده علاقة بفلان لا 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 نهائيا يعني ابدا ولا هي اهم شيء في هذه الجائزه انها لا تنظر الموضوع فاش لا يهمها انت معدل موضوعك في اي قضيه زي ما هو المؤسسي عندها ولا يهمهم اللي معدلوا مثلا في اي مؤسسه الاساسي في انه يلتزم بالمعايير وعود نص والله تقرير والله اي ماده تلفزيونيه والله ماده اذاعيه تحترم المعايير ومتفوقه من حيث الطرح من حيث اللغه من حيث الانتاج من حيث كل شيء معناها انها متفوقه احنا ما ندخلوا في الموضوع لا ندخلوا في المؤسسه ذا يعني ونفس الوقت قرائنا مختصر عندنا نختروا عنده تصفيه اوليه بحكم تخصصنا وتخصص لجنه الشعر نتعدى تصفيه اوليه ما تجيب لجنه متخصصه اغلبها ما عنده ياسر من الوقت وتجيب لهم 200 عمل 300 عمل غير لتصفي الاعمال وفق المعايير اللي موجوده وتقدم لهم هذيك 20 ولا 15 عمل من هذول الاعمال هم اللي فازوا في المرحله الاولى اختاركم تشتغلوا عليهم وتختروا منهم وذاك اللي تحكم به اللجنه احنا ما نمشيخين فيه لانهم هم المتخصصين. احنا طبعا خلينا المجالات كامله مفتوحه بين اللي ندور نوخذ ذاك كامل خالق من الابداع ما يعود فم كبت سواء في الجانب الاعلامي او الجانب الشعري خلينا ذا كامل ما حصر كانوا فم شوي اقتراحات في البدايه عن نحصر في مواضيع معينه وعقبنا توافقنا كاملين عن شبه يخلي حد المجال مفتوح كان ما يعود فم حرج بالنسبه يعني تعودوا مسلطه الضوء فقط على بعض الزوايا ولا بعض الاشياء ومخليه جانب اخر قد يعود فيه نوع من الإشحاف وتضييق ولا دائرة الإبداع شوي هنا يختلف توسع شوي مواضيع مفتوحة أنت ما قد تقرر للصحفي تحشره في موضوع معين وأنا بعد دائما أشوف جوائز العالمية أنت نعلي جائزة مثلا لا في حقوق الإنسان ولا جائزة لا في التربية ذاك إذا عندك نص جيد ما نقدر تشارك به هو يستحق يلا تنفتح شوي ما أمكن وتخلى للصحفي الموضوع اللي يبقى هو غير في النهاية يتم الاختيار على أساس معايير المهنية والمصداقية والتأثير وجمال اللغة طبعا الأسلوب والشكل والمضمون في نفس الوقت نعم طبعا هذه
طبعا هذه النسخه الاولى مثلا تعنك لهي مثلا والله انتكم في الجائزه لهي تتوسعوا الدائره شويه تشمل المسرح تشمل الفن والموسيقى ياك عود فعلا كل مبدع جابر مثلا مستقبلا اي مجال قد ينضم مع مرور الوقت بحكمه وباداره جيده بتناغم وفهم امكانيه له ان ينضاف مجال جديد سواء كان الفن التشكيلي رسم فن مؤثر وجميل سينما المسرح حتى الأدب الطفل حتى لماذا المبدعين في المدارس ايش اي مجال قد ينضم مع مرور الوقت وان شاء الله تتم لا تتوسع تجويد كامل تجويد ايش سوى شنو قد حد يتوسع بها علوم المحاره مثلا والله ايش متخصص ايش كامل قد يتوسع بها جائزة تشمل الابداع تشمل الثقافه تشمل ايش العلوم التربيه الاسلاميه الدينيه التربيه الدينيه مثلا سواء حتى في مجال الرياضيات ودعم هذه الروايات كاملة وعود مملي عندها علاقة دائما بالفائزين السابقين بجوائز أخرى فهم واحدين فائزين بجائزة بجوائز اللي تقدم الدولة جائزة شنقيط في مجال الأدب والله مجال كذا ذو إلى قد جوع ذو حاضرين وعدوا يعني معهم كمكرمين سابقين مدى فائزة بجوائز أخرى عالمية قد تعود موريتانيين صحفيين فازوا بتكريمات دولية يجمع هذا كامل إياك عود عندنا إن شاء الله حفلة من الجوائز أكيد حفلة من الجوائز والناس سعيدة والناس تنتظرها والناس تقدم وكل المبدعين يتبارون وكل يقدم أروع ما عنده نجل أن يكون وسط الثقافي محتاج لأي احتفاليات إبداعية احتفاليات هذا الشيء حرك الركود والجمود أكيد دائما يعاني من أكيد توقفوا مشاهدينا الكرام مع فقرة شت خسر ونرجعوا نتابعوا هذا اللقاء من برنامج يوم جديد خسر إذا عدت تصنع الفارق في حياتك ما يصنعه الناس لك من السهل أنك تقبل قرار بتغيير عيوب معينة فيك لكن الصعب هو أنك تطبق هذا القرار الأول داخلي وهو مماطلة النفس عن طريق التأجيل والتردد والسبب الثاني خارجي وعود عن طريق الناس المحيطة بك يهتموا يسخروا منك ويقنعوك عنك ما تقدر تتغير كم من مرة تقبض القرار بأنك تغير عادة سلبية فيك مثلا تعود لي تجتهد تقرر عنك تجتهد وتقول أصحابك عنك ما تليت في يدي معاهم لكن دائما يكون ردهم السخرية ويقولوا لك لم تفي سواق عليك شنو والله أنت مثلا أقبضتي قرار عنك توفاي من الغيبة والنميمة الجف يعني اللي تقعد بين جماعتك اللي صرت كنت تقعد بينها وتاوهم يقتابوا وتقول لهم عنهم يخلد ما يتواسع ما يكون الرد بسخرية ولا يقولوا يعمرنا يا أخوتي صيد الشرال والله مثلا قبلت قرار عنك اللي تقوم الجماعة كنت قاعد فيها وتتوضأ وتصلي طبعا ليعود رد أصحابك الوافرات الدعاة اللي قابلوا لك شنو ما الذي فعله غاندي ليتحول من مسارع بسيط إلى أعظم قائد للثورات السلمية ضد الاحتلال وعاد أتباعه بالملايين لحظة التغيير هي اللحظة اللي نحس فيها أننا ما تلينا قادرين نستمر في طريق معين لنقتنصها مثل فرصة قد لا تتكرر ونتغير للأحسن هناك حكمة تقول أن العقل الذي يبصر النور تصعب عليه العودة للضلع وبعد اتخاذ القرار بالتغيير ابدأ منظرك ولا تتردد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي قرر عنه يتغير تحول من إنسان عاجي يعبد تمثالا من التمر إلى قائد أمة والأشخاص اللي حصل تغيير جذري في حياتهم اللي يتفكروا شوي في حالهم ما نجبروا يكون عنهم كانوا يمتلكون إرادة التغيير ياسر من الناس قد يعطوك نصائح حول التغيير يقال إرادة التغيير شيء داخلي وما يقد حد يعطيه خسر إلى عد بصمة في مجتمعك بطموحك وبأفكارك وخليت بين قوسين برا وهذا الأثر
بعد فقرة تشد خصها نرجع لكم مشاهدينا الكرام والجزء الأخير من حلقة اليوم من برنامج يوم جديد، والحديث دائما عن جائزة شيخ والبلع مشلي الإبداع، ومع أستاذ ربيع وليدوم ومنى مت محمد في عضواء أمانة مجلس جائزة الشيخ والبلع مش. نرى أستاذ ربيع، كانكم قدمتوا مثلا طلب الوزارة، طلب تعاون وزارة الثقافة بوصفة وصية على الثقافة في موريتانيا، وأن هذا نشاط أيضا يحرك بشكل او باخر. نعم. اكيد هو انا ظاهر لي، لان احنا ما نبقوا يبقى حد ما اتيحت الفرصه بانه يشارك في الموضوع. ظاهر ان وزاره الثقافه فعلا مسؤوله رسميا عن موضوع الثقافه بشكل عام، وهي المبادرات كامله تدخل في حيز تخصصها، بالتالي ظاهر عنها هي ايضا مدعوه للمشاركه، واحنا ما ندورنا نتواصل معها، ما تبقى جهه مسؤوله ما فيها اتحادات، ما فيها مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الرسميه معنيه بالموضوع من قريبنا وبعيد، ما وصلنا لها الرساله باذن الله ينعدلوا وفق وافاق شنو هي والله ولا الخطه اللي ماشيين عليها شنو طريقتنا اللي نعدلوها بها شنو، وان شاء الله راجين لانهم يعودوا زاد هما داعمين لهذا الموضوع، واكيد ظاهر اللي عنهم اللي يعودوا لا داعمين بدا وين يدخل مجال تخصصهم. الثانيه أكيد. الشيخ هو شاعر توافقي بالنسبه للجميع، وظاهر اللي عنه التكريم الابداعي بشكل عام يدخل في اطار تخصص العميق واستراتيجيه وزاره الثقافه، وظاهر اللي عنهم دور العدود من اكبر الداعمين ان شاء الله. يعني تعود هذه الجائزه مستقبلا ان شاء الله حاضنه للمبدعين، يعني تعطيهم تكريمات، ويعني هذه التكريمات والله زاد الجوائز هي جوائز فخريه واعتباريه ايضا وعاطيه القيمه الكبيره للثقافه اكيد حاضنه رسميه. واكيد ولياك نعود واضحين، مهم التواجد الرسمي، تواجد مؤسسات المجتمع المدني، الوجوه الثقافيه، يعني هذه هي موريتانيا، يعني هو اللي شكل الوطن كامل، شكل الصوره كامل، وهو اللي يمثل الشيخ بغض النظر عن الافراد وبغض النظر عن كل حتى وجهه شنو، هو جامع. بالتالي مهم وجود الجهات الرسميه في الموضوع، مهم وجود المجتمع المدني الثقافي كامل، والرموز الثقافيه التاريخيه الموريتانيه ما زالت موجوده، الناس اللي اشتغلوا في مجال الثقافه وكتبوا سواء روائيين او مثقفين، لانهم يبقوا ولان مهم عندهم اللي كان يقدم الادب، ولان مالي الحدث يستحق. بالتالي احنا قلت لك قبل قضيه فرصه، عن احنا ما من حقنا كلجنه امناء جزيره نقفل الفرصه عن حد يبقى يساهم، يبقى يساعد، يبقى يدعم ماديا او معنويا هذه الجائزه. وبالتالي ذي المحور نشتغل عليها، ان نتصل بجميع الناس المعنيه اللي الموضوع يلامسها، بما فيها وزاره الثقافه طبعا، وبما فيها مؤسسه سليم، بما فيها قدر من المؤسسات الاخرى. وكي قالت منى نكرر اللي قالت، على اي رجال اخر يبقى ما اللي يدعم، على انه مرحب به، يعني والله عنده اختيار. يعني الصبح قال بسمح الله انا كنت قد نساعد يا قار، ما فتحوا لي الجامعه، ما فتحوا لي المجال، جيتهم قعرضت عليهم شي قالوا لي حاني، يعني حد عاد في نوع من يعني وكل لا حتى اشخاص انا كتبوا لي احيانا اشخاص تم الجائزه ايش كيف نقدروا نساهموا فيها، ايش كيف نقدروا نعدلوها بالموقع الفلاني، يعني احنا نشتغلوا، وكيف فيه اللي يكتب وفيه اللي يدعم ماديا وفيه اللي يسهل مقابله مع شخص مهم. وبالتالي هو تكاتف الجهود، وهو شغلة المجتمع المدني. المجتمع المدني شغلته انه يجمع ياسر من الجهود، لكن ينتج مجهود جيد وذا قيمه على المجتمع، انك كصحفي عن هذا، كمثقف عن هذا، ككذا، يتكاملوا مجهودهم في اوقات اللي ما يشتغلوا فيها، ليقدروا يشكلوا من هذا عمل انساني طيب ينعكس بشكل جيد على المجتمع. هذا هو اللي خلى المجتمع مدني. ما شاء الله ربيع قبيل، نحن تواصل مع الجهات الاخرى نقدروا دوماتنا سنتين فيه، به اللي غالبيه الامناء متواجدين في الخارج والموجود منهم هون، تحيه بعد لهم كاملين. راني قبيل نسيت نذكر الاخت خديجه ذو النورين والدكتور الهادي، يعني منير الطلبه، تحيه لهم كاملين، هذو فرد كاملين، نحيينهم برنامج جم جديد. يا غير ما فتنا همنا التواصل معاهم، غير بعد ديك المرحله اللي ندخلوا عليها ذاك ان شاء الله، وندور للجهه، يعني دائما نعود في صعوبه فرق التوقيت مثلا، نعود هما طالعين والله طالعين، والمتواجد منهم هون غالب الوقت دائما لا واحد لا عندهم امور واحد فيهم اخرى، غير بعد اولويه بالنسبه لنا مولي عمل كامل يمشي ويتقدم شوي لان مولي هو العمل يقلبك، لا لان يدير ياسر من العمل في شوي من الوقت، يدير ياسر من العمل في ياسر من الوقت، يعود يمشي بشكل طبيعي. وبالتالي ظل عن الساعه اللي بدانا الاعلان عنها الى حد الساعه تم قطع خطوات مهمه، ومازال ياسر طبعا لانه هو تحدي يا غير يعطيك تشتغل عليه شوي، ومع مرور الوقت كل مرحله تنجز فيها شيء، لان مرحله الاتصال بالجهات الرسميه ما زالت، خصوصا وزاره الثقافه، خصوصا سنين ومؤسسات ثانيه واتحادات مهتمه بالموضوع، لان يجب اشراكها ويجب تصنيف وجهه نظرها، قاعد عندها ملاحظه والله عندها شيء والله عندها مقترح،
يحسن من 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 المستوى وجمع هذه النقاط ودمجها في بلاده اللي يقعد عمل فعلا مشترك حتى شافوا ما عليه بصمة تاريخ واحد اللي بصمة يعني بصمات كثير من الناس مشتقلة في الناس يعني مشتقلة في الناس كان ما هو عمل خاص بي أنا مثلا ايه عن قالك جايز تفلان وجماعته يعني جماعة هناك مسألة يعني دائما حماس في البداية يعني شنو أنا هون سؤالي هون شنو هي الضمانات اللي تقدر تحافظ على هذا إنه تم مستمر دائما هذا الحماس في كل نسخة يعني النسخ المقبلة النسخة الأولى دائما الرواية في بدايتها ناس مقبلة عليها ومثقفين لأن بعد سنة سنتين يبدأ تبدأ الجائزة تذبل ويبدأ الحدث يذبل يفقد الكثير يعني المحافظة على الألق أنا ظهر لي مولانا عن ذاك ما أن قبار خايفي منه فبيه اللي هذا كلها جاي الرواية مقتنع بها ما عنده أي دافع لا دافع مادي ولا دافع ما عنده أي دافع سلبي دوافع كاملة إيجابية وفي نفس الوقت مولي ما الأمناء ما قاموا يلودوا ذاك الزخم الكبير اللي متيشي قابوا خطواتهم بتأني ودائما حد مش ماشي بالشور دائما اللي يعود يتقدم ما يعود يعقب يوصل ما يرجع للور يعني بخطى ثابتة توافق الخطوات أكيد واحد من الأسئلة تنطرح إذا إيش لا يعقب والله هذا الحماس غير إحنا ظهرنا عن إذا كامل اللي جاوب عليها للوقت إحنا سعينا على أن تعودهم جائزة سنوية وإذا عندها تقاليد وتعود محترم مع مرور الوقت معناها الجائزة بعد 10 سنوات ليتعود أحسن 10 مرات من هذا العام يقال أنا هون مسول عن أستاذ ربيع عن شنو الضمانة اللي ليتم محافظين أنتم على ذا النفس الطويل يعني شنو الضمانات اللي تخليكم أنتم السطرة اللي قالت لك من الأمناء الضمانات هذا ما شاء الله يعني ما يستغلش الضمانات ونظافة الناس اللي متوالية ومتباركة معاه ومبادئ هم اللي تشتغل عليها أنا علمت أول حتى عود الهدف نبيل مولي دائما كل العذارات وكل التعب وكل ذا يعدي يصبرك أنك أنت فعلا في النهاية عندك هدف نبيل وأنك هذا الشخص اللي قدم إسهام أدبي فكري أنه بعد يجبر تكريم ويعود مولي المشعل اللي كان حامل يحمله أرقاج وخرب لأن يعني الحياة تستمر والأهم إذا كان تقبل الناس للموضوع حجم تقبل الناس للموضوع انك بالمين صديت تتكلم عن هذه ترحاب استعداد للتعاون وتسهيل مثلا بعد في الموراق ليت وعدل اتصال بحد لي وعدل موعد لا ينقبل يعجل لياك لياك هذا الموضوع يتم الحديث بالتالي الموضوع من راسه جوهره مساهم ومساعد أنا مو موضوع استدامي هو موضوع يعني فيها يلقى جماعة ما هي معاه وجماعة أخرى معارض ولا جماعة يعني هو مشروع الموريتاني بالتالي ذمن اللي يخليه عنده نفس استمرارية ثانية المواضيع اللي عالج الشيخ كان يعالج خلق مواضيع في الأدب ما تموت قضايا الحرية قضايا المساواة قضايا العدل دي ما تموت بيلي ما مرتبطة بالشيخ اللي قدرك بينما الرواية على المجتمع يعني مرآت الواقع يعني تمشي انت قصيدة تتكلم عن الحرية دي ما يريد تموت القصيدة تتكلم عن حدث خليق ذاك الحدث وفوق بينما أدب الشيخ أغلب الكلام مبني عليه ولا عن أغلب اللي مبني عليه الشعر قاعدة قضايا إنسانية لصيقة بالبشر على طول حياتهم الحرية المساواة العدالة الحب الجمال الأشياء اللي ما تتحمل الحياة بالتالي استمراريتها واستمرارية هذه المواضيع ومحبة الناس لها وتعاطفهم مع الشيخ هذا الشيء لا ينتهي بالتالي واستثمار الموضوع لا ينتهي كيف قال لك تجاوب المتلقي لهذا الحدث ونحن تجاوب لاحظنا عنه إيجابي وعنه تصاعدي لا باش الزاد باش كثر التفاعل وباش اهتمت الناس به إن شاء الله نعود هذا كامل داعم للاستمرار حلمنا كامل بعد أنها تستمر وأنها تعود جائزية وبدايتها السنة تعدل على المستوى وإن شاء الله أنها السنة الجاية أحسن وكل سنة عقب سنة تعود أحسن منها وأوسع وأكثر مصداقية عند الناس وأكثر شمولية أيضا أكثر شمولية يعني المواضيع أكثر استيعاب للمبدعين وتكريمهم إن شاء الله أكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ ربيع وليدومو وأيضا لك منى منت محمد أنتما عضواء في أمانة مجلس جائزة الشيخ والبلعمشلي الإبداع نورتونا اليوم في بلاتو يوم جديد ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله مشاهدينا الكرام هذا كل ما لدينا لنهار اليوم نعود ونلتقيكم غدا بحول الله في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله والسلام عليكم.